بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله الجمهور، حيا الله مشاركتكم إن شاء الله ويانا في هذه الفعالية في مركز عبد الرحمن كانو. طبعا احنا نطمح ان تكون هاي الفعاليه طيبه وجيده وفيها معلومات انتم يعني جايين على اساس اللي هو تحصلونها، فان شاء الله باذن الله بتحصلون المعلومات اللي انتم ترتقون لها. واحنا نحاول طبعا من هذه الفعاليه مد الجسور بين وزاره الاسكان والتخطيط العمراني وبين الجمهور، لان موضوع اللي هو الاسكان طبعا هاجس كل بيت وعائله بحرينيه موجودين هنا، الكل عندهم طلبات في الاسكان، الكل يبون يحصلون على وحدات سكنيه. لكن الحكومه ممثله في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني طبعا في الاونه الاخيره جاءوا الى حزم كثيره من اجل تمويل الطلبات، ومن اجل كذلك تقليص الطلبات الى الحد المسموح اللي هو فيه، بحيث ان جميع الجمهور جميع المواطنين يستفيدون من هذه الخدمات. من فتره لاخرى حزم كثيره اللي هو قاعده تطلع من وزاره الاسكان، واحنا نبي بعض المعلومات اللي هو عنها على اساس تكون واضحه للجمهور والكل يستفيد منها. لهذا السبب مركز عبد الرحمن كانو وكذلك اللي هو جمعيه عالي الاهليه وكذلك الاستاذ محمد القاسمي جزاهم الله خير عملوا على تنظيم هذه الفعاليه بحيث ان احنا نوصل لكم المعلومات اللي انتم تحتاجونها، وان شاء الله باذن الله تكون اللي هو جيده وطيبه، ونترقب منكم استفسارات اللي تفيدنا وتثري كذلك هذه الحلقه الثقافيه ان شاء الله باذن الله. ونشكر كذلك اللي هو وزاره الاسكان والتخطيط العمراني على اتاحه هذه الفرصه واعطائنا بعض من الموظفين انهم يكونون معانا من اجل الرد على اسئله الجمهور اللي راح تكون وتختص فقط في التمويلات الخاصه بالحزم تبع بنك الاسكان، وان شاء الله باذن الله بتحصلون المعلومات اللي انتم تحتاجونها. حاليا نحب نوضح لكم ان الموجودين اللي هم معانا الاستاذه من اليمين الاستاذه جميله النشابه رئيسه قسم الاعلام في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني، الاستاذ حسين الصايغ اخصائي خدمات اسكانيه في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني، الاستاذ حسين عبد العزيز من جمعيه لجنه عالي الاهليه طبعا اللي هم كذلك مختصين في التنسيق حق هذه الفعاليه. نرحب فيكم، حياكم الله ان شاء الله باذن الله معانا. طبعا الجمهور يترقبون الحديث من طرفكم ويترقبون المعلومات اللي انتم قاعدين ان شاء الله باذن الله بتزودوني اياها، وانا اول واحد اترقب هذه المعلومات ان شاء الله. فنبتدي بالاستاذه جميله. سمي استاذه تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليكم بالخير ونمسي على هذه الوجوه الطيبه. الصراحه سعيدين احنا نكون معاكم اليوم. احنا اول مره طبعا نتشرف بحضورنا في هذا المركز، وبصراحه انبهرت بهذا المركز، جدا جميل، اللوحات جميله، يعني صرح ثقافي جميل جدا. دائما اقول حق زميلي محمد ان التمويلات الاسكانيه خلتنا اشوف البحرين من المحرق لقراها للمالكيه البربر، يعني قرى البحرين كلها تقريبا زرناهم. فاحنا يعني سعيدين جدا اليوم بحضوركم وشاكرين لكم اهتمامكم. احنا في وزاره الاسكان طبعا صار لنا الحين اكثر من سنه تقريبا على اقرار التمويلات الاسكانيه. هذا البرنامج اللي يشمل اربع برامج فرعيه تخدم شريحه كبيره ان شاء الله من المواطنين. برامج التمويلات الاسكانيه من وين جات فكرتها؟ من وين جات اهدافها؟ من وين جات المميزات اللي طرحتها كلها وزاره الاسكان؟ منكم انتم من المواطنين. طبعا هذه الاشياء كانت في السابق يمكن تكون غير مقبوله في وزاره الاسكان، غير مسموح فيها. كل هذه الملاحظات اللي كنا نستلمها من عندكم انتم المواطنين من خلال برنامج تواصل، من خلال السوشيال ميديا، كلها تبلورت في برامج التمويلات الاسكانيه. طبعا في السابق ما كان مسموح ان الشخص يشتري بيت قديم، يشتري مبنى قائم، يشتري ارض يبنيها او ارض نص مبنيه، او يشتري بنيان اسود، او يشتري بيت اسكان، هذه كلها في السابق ما كان مسموح، او يشتري قطعه ارض في بيت الوالد، او حتى للاهل للدرجه الرابعه يتشارك مع اصدقاء او يشترون ارض، هذه في السابق كلها ما كان موجود. من وين جات هذه الافكار؟ منكم انتم. علشان كذي احنا في وزاره الاسكان نحرص ان احنا نروح لكم في اماكن تواجدكم. قد يكون منكم قصور ان الفتره الصباحيه تكونوا مشغولين في الدوام، المنطقه مزدحمه شويه، الدبلوماسيه ما في مواقف سيارات، قد يكون ارتباطاتكم خلال الفتره الصباحيه ما تقدرون تزورون الوزاره. فاحنا عشان كذي قررنا خلال الفتره المسائيه
أي جهة توجه لنا الدعوة أو إحنا نبادر أيضاً بطرح الدعوة على مجالس أصحاب السعادة النواب أيضاً في الفترة المسائية ونزور الأهالي. نبي نسمع منكم في النهاية، نبي نسمع ملاحظاتكم. يعني هذا البرنامج مو نهاية المطاف ولا نهاية العالم، هذا البرنامج أصلاً من إقراره في شهر 8 لحد الآن صارت عليه وايد تطويرات وايد تسهيلات إضافية على هذا البرنامج. يعني من بدينا إحنا نسوي المحاضرات التعريفية دخلت أيضاً على هذا البرنامج نفسه برنامج التمويلات أشياء إضافية. لحد أمس مثل ما سمعتوا أكيد في وسائل التواصل الاجتماعي في نشرة الأخبار في الصحافة أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وجه وزارة الإسكان أنها تتحمل تكلفة التسجيل رسوم التسجيل العقاري للبرامج التمويلية من قبل الوزارة. يعني الحكومة هي اللي راح تتكفل بمبلغ 1.7 عن المواطنين اللي يستفيدون من التمويلات الإسكانية. أيضا صار في تسهيل من ناحية العمر، صار في تسهيل من ناحية الراتب أو استثناء للراتب. كان بداية التمويلات 320 الراتب، حاليا في استثناء ان لحد الراتب اللي يقدر يحصل على التمويل 150 دينار. ايضا من ناحية مثل ما قلت لكم العمر، بالإضافة إلى تسهيلات ثانية تتعلق بالتأمين على الحياة، تتعلق بالتسهيلات اللي تقدمها البنوك المشاركة معنا اللي هو عددها 8 بنوك. ايضا عندنا إمكانية استبدال العقار، واي مخاوف تتعلق ان الطلب راح يتعطل او الفكره اللي ماخذينها المواطنين انه لا راح امر في اجراءات طويله واوراق. خدماتنا اونلاين، اي شخص حاب يقدم يدش على موقع الوزاره ويقدم على خدمه تمويل تسهيل باي نوع من الانواع الموجوده. هذه الخدمه فوريه ما فيها قوائم انتظار، يعني مجرد انك تقدم وانت شايف البيت المناسب او الارض او الشقه او المبنى اللي حاب تشتريه راح يكون الاجراء اسرع بالنسبه لك. ما في قوائم انتظار، وطلبك الاصلي اللي موجود في النظام ما حد راح يجيسه او ما حد راح يلغي هذا الطلب. متى راح يلغي؟ في نهايه المسار اللي انت راح تمر فيه لحد ما تحصل المبلغ اللي يخص العقار او اللي يخص التمويل اللي انت اخترته. في نهايه المطاف راح يتم الغاء الطلب الاصلي. طبعا في اي مرحله من هذه المراحل تقدر تكنسل هذا الإجراء وترجع أو تحافظ على طلبك القديم، يعني طلبك الأقدمية ما راح تتأثر في أي مرحلة من هذه المراحل. أي شخص عنده استفسار أيضاً يقدر يتواصل معنا عن طريق الخط الساخن للوزارة 8801. أيضاً عندنا خدمة تقديم الاستشارات اللي ما يقدر يحضر الوزارة، عندنا خدمة فيديو كول، تدشون على موقع الوزارة تختارون التاريخ والوقت اللي يناسبكم وإحنا بنسوي لكم فيديو كول، وتقدرون تسألون في هذا الوقت اللي اخترتوه تسألون الأسئلة اللي حابين تطرحونها، سواء كم بتحصلون، شنو التسهيلات، هل تقدر تدمج راتب الزوجة معك، كم المبلغ اللي راح تحصله. كل هذه الاستفسارات تقدرون تسوونها من خلال الفيديو كول. ايضا زميلي محمد الصايغ من في مركز العملاء يقدر يفيدكم اليوم، وانتم بعد تستفيدوا منه قد ما تقدرون لانه هو عنده تواصل مباشر مع المواطنين بشكل يومي في مركز العملاء وهو متواجد، وان شاء الله تستفيدون من هذه المحاضره ان شاء الله. استاذه جميله جزاك الله خير وشكرا على الفكره اللي اعطيتنا اياها، ان شاء الله تكون باذن الله واضحه للجمهور، واضح انهم استفادوا يعني من الفكره وكانت الامور اللي هو جدا طيبه. طبعا احنا قبل نبدا مع الاستاذ حسين الصايغ اخصائي خدمات اسكانيه من وزاره الاسكان والتخطيط العمراني، احنا رايحين نعطي المجال حق الاستاذ حسين عبد العزيز على اساس يعطيكم بعض النقاط الخاصه ممكن يفيدكم اللي هو فيها. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، اشكركم بدايه على هذا الحضور المبهر صراحه، وأشكر وزارة الإسكان على حضورها ومركز كانوا على استضافتنا جميعا. بداية أحب أوضح إلى الجمهور بأن محاضرتنا هذه اليوم بخصوص التمويلات الإسكانية بين قوسين يعني. فأي استفسارات ثانية عند الجماعة اللي جاي من تبع لجنة عالي الأهلية أو لجنة البحير الإسكانية، راح نستلم الرسائل مالكم في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله، وراح نوصلها إلى وزارة الإسكان بحيث أن يتواصلون معاكم ويردون على جميع الاستفسارات اللي تستفسرون عنها،
ونعطي المجال الى محمد على اساس ما نطول على الجماعه وايد ان شاء الله. فاي احد عنده اللي هو طلب ولا حاجه ممكن انهم يستلمون اللي هو الخطابات وبعد ذلك اللي هو يودونها حق الاسكان الباوربوينت. جماعه اللجنه عندنا هم بياخذون اللي هو جميع الطلبات حق الاسكان ان شاء الله باذن الله. نبدا مع الاستاذ محمد الصايغ. محمد الصايغ تفضل. السلام عليكم. اول شيء احنا سعيدين بالحضور الكبير اللي ما كنا متوقعين صراحه بنواجه هالحضور. احنا قاعدين نروح من مركز لمركز ومن دائرة لدائرة علشان نعرف الناس بالتمويلات، لان في بعض المواطنين ممكن عندهم افكار مغلوطة عن هاي التمويلات، بعضهم عندهم نقص في المعلومات. ففي الاونة او في قبل فترة كنا نسمع عن معلومات كلها ما لها صلة بالتمويلات، فاحنا حبينا ان نزور ونعرف الجميع عشان يكون عند الكل والرؤية واضحة بخصوص هاي التمويلات الجديدة. في البداية بس احنا تاريخ انطلاق هاي التمويلات كان في أغسطس 2022. التمويلات او الخدمات الاسكانية اللي بتقدمها الوزارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول بيكون عن طريق بنك الاسكان، تمويله بيكون عن طريق بنك الاسكان، والقسم الثاني بيكون عن طريق البنوك المموله. مين اللي يقدر ياخذ عن طريق بنك الاسكان ومين اللي يقدر ياخذ عن طريق البنوك المموله؟ طبعا الاختيار في هاي الحاله بيكون للمواطن نفسه اذا حاب انه ياخذ التمويل عن طريق بنك الاسكان او انه حاب بيكون عن طريق البنوك المموله، على حسب ظروفه وعلى حسب ممكن يكون راحته في التعامل مع البنك الممول وما حاب يغير البنك وحاب انه يكمل الاجراءات بس في البنك الممول المشارك ويانا في البرنامج، فمو حاب ينتقل لبنك الاسكان، فبامكانه انه يروح حق البنوك المموله. طبعا بس هني ايضاح بسيط انه ما في فرق بين القسط ومبلغ التمويل، سواء انت اخذت التمويل عن طريق بنك الاسكان او اخذت عن طريق البنوك المموله. الخدمات التمويلية اللي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً هي مزايا وتسهيل. مزايا الكل سمع عنها والأغلب عنده فكرة، منشير إليه إشارة سريعة علشان نفصل في البرامج التمويلية الجديدة اللي هو تسهيل. تسهيل عقاري وتسهيل البيت العود وتسهيل تعاون. مزايا التقليدي هو العمر لازم يكون من 21 سنة إلى 35 سنة يقدر يستفيد من هاي التمويل عشان يشتري عقار جاهز موصل ببنية تحتية، عقار عبارة عن وحدة سكنية أقصد فيها شقة تمليك، أو تكون بيت جاهز موصل بكامل البنية التحتية، يعني بيت جاهز ما كان موجود تشتري أرض ولا ممكن أن أنت تشتري عقار قيد الإنشاء ولا تقدر حتى تتعاون ويا أحد حق شراء عقار واحد. طبعا الخدمات قبل صدور هاي التمويلات كان عندنا خدمة قرض الشراء وقرض البناء وقرض التربيب. قرض الشراء كان يختص بالتمويلات بتمويل حق شراء عقار جاهز إلا بيت أو شقة تمليك. قرض البناء، قرض البناء من اسمه حق بناء عقار على أرض فضاء مملوكة للمواطن. في هاي التمويلات شوي توسعنا في أغراض التمويل، فصار حين بإمكانك أن أنت تشتري أرض قبل ما كان متاح، أحين تقدر تشتري عقار قيد الإنشاء وقبل بعد ما كان متاح، أحين تقدر تشتري جزء من عقار ترجع ملكيته إلى أحد الأقارب بعد هذا ما كان متاح، وتقدر تتعاون يا مجموعة من الأشخاص بشراء عقار واحد حتى لو كان عبارة عن مثلا أرض وتبنونها على شكل مجمع سكني أو عمارة سكنية وبيكون كل شخص له شقة. إنزين، نبتدي بتسهيل تعاون. فكرة تسهيل تعاون هي شراكة بين مجموعة من الأشخاص في شراء عقار واحد بغض النظر عن صلة القرابة، يعني زملاء عمل، أخوان، أهل، أصدقاء، جيران، ممكن إنهم يتشاركون في شراء عقار سواء كان بيت، شقة تمليك، أرض، يختار شراء أرض وبنائها، عقار قيد الإنشاء، يختارون يشترون مبنى ويضيفون عليه طابق،
هذا بيكون متاح. من باب بس المثال إن في إذا حاب أحد يتقدم، مثلا مجموعة من الأشخاص حابين يتقدمون على أرض كبيرة وبيسوونها على شكل مجمع سكني أو بيسوون عمارة سكنية وكل واحد لشقة، بيكون متاح. بس الملاحظة اللي دائما أكد عليها إن في تسهيل تعاون، في حال إن أنت حبيت تتقدم على هاي التمويل مع مجموعة الأشخاص أو مجموعة الأشخاص اللي بتتعامل وياهم من المواطنين، لازم تتأكد من إن الرسم اللي في مخك أو اللي في بالك أو اللي تتطلع إنه يكون في بيت أحلامك يكون يتنفذ على أرض الواقع. يعني شلون؟ يعني ممكن يكون تصنيف الأرض اللي انتون اخترتونها علشان تبنون عليها، إذا رحتون شيكتون مع الوزارات الأخرى اللي تعطيكم تصاريح حق البناء وحق الكهرباء، إنه غير قابل إنه يعطونكم عدادين، بيصير عداد واحد. إحنا كتمويل ما عندنا مشكلة إن حتى لو تتشاركون في عداد واحد، لكن الأغلب أكيد بيقول إن أنا أحتاج أكون كهربتي بروحي وكهربة اللي وياي بروحها، علشان كل واحد يدفع كهربته بروحه. فبعض تصنيف الأراضي ما تقبل، حسب الاشتراطات التعميرية في مملكة البحرين، ما تقبل تعطي أكثر من عداد على هذا التصنيف أو على هذا العقار. فهي قبل ما تتقدمون على العقار لازم أنتون تتأكدون أن قادرين تسوون الرسم اللي حاطينه في بالكم أو في مخكم. شيء ثاني ممكن أنه نضرب مثال بأشخاص اثنين حابين يشترون أرض وقسمونها علشان يبنون عليها بيتين. بعد أقول في هاي التسهيل لازم تتأكد إذا أنت حاب أن كل واحد تصير له وثيقة ملكية مستقلة عن الآخر، لازم تروح تشوف أن هذا العقار قابل للقسمة والفرز أو لا قبل ما تتقدم على التمويل، لأن في كلا الحالتين إحنا كان قابل للفرز والقسمة أو غير قابل للفرز والقسمة التمويل راح ينصرف. إذا كان قابل للفرز والقسمة أموره سهلة، كل واحد له وثيقة ملكية بروحة من فصلة وبيكون مالك حق العقار، فبيصير يتوزع على عقارين. لكن لو كان غير قابل للفرز والقسمة، هني في شيء اسمه أسهم مشاعة بتتحدد على كل نصيب كل من وحجم المبلغ اللي دفعه أو مساهمته في العقار. يعني بعد مثال بسيط، لو كان شخص دفع 70,000 في الأرض والشخص الثاني دفع 50,000، فبيكون نصيب 70 اللي دفع 70,000 أكبر في الأسهم المشاعة أكبر من اللي دفع 50,000. هذه نقطتين بس دائما إحنا نشير إليهم عشان ما تواجهك مشكلة بعدين إذا حاب إن أنت تبني أو حاب إن تقسم الأرض أو حاب إن تصير لك وثيقة ملكية مستقلة. طبعا هذا ينطبق على تسهيل البيت العود، لأن فكرة تسهيل البيت العود هو عبارة عن عقار قائم أو عقار موجود لأحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة، سواء أقارب الزوج أو الزوجة، بإمكانك أن أنت تأخذ جزء من هذا العقار تتملكه أو أن تضيف على العقار أو تبني على العقار إذا كان في عقار قائم. حتى لو كانت أرض تقدر تأخذ الأرض حق تبنيها. في هاي التمويل نفس اللي ينطبق على تسهيل تعاون، لازم تتأكد إذا حاب تفصل الكهرباء وحاب أن يكون لك دفتر وثيقة مستقل مثلا، لأن أنت تقدر تشتري شقة موجودة في بيت أحد الأقارب أو تبني شقة في العقار نفسه، أو ممكن يكون البيت كبير وفي حوش عود وتقدر تبني على شكل ملحق في العقار نفسه. فإذا أنت حاب أن يكون لك دفتر وثيقة مستقل وما تكون بأسهم مشاعة، الوثيقة تكون يعني مشتركة، فالمفروض تتأكد قبل ما تقدم على التمويل، لأن إحنا في كلا الحالتين ما عندنا مشكلة في صرف التمويل علشان أنت تبني العقار اللي تتطلع إليه. البرنامج الأخير هو تسهيل عقاري. تسهيل عقاري هو عبارة عن يعني شراء عقار، خلنا نعتبره بشكل فردي، يعني أنا ما بتشارك مع أحد في شراء العقار، ولا أن أنا بتملك بجزء من عقار ترجع ملكيته إلى أحد. فأنا بروح بشكل فردي بتشوف العقار اللي يناسبني، سواء كان بيت، سواء كان شقة تمليك، سواء كان أرض. إذا كان المبلغ
كافي ان تجزئه حق شراء الارض وبنائها، فممكن ان انت تقوم بكل هذه التفاصيل. ممكن مع السلايدات الجايه بنشوف اكثر تفصيل، بس انا حبيت اعطي نبذه سريعه علشان نكون مع السلايدات عندنا صوره واضحه عن التمويلات. قبل بدايات التمويل كان سقف التمويلات كان 40,000، مع السنوات صار 60,000. مؤخراً مع هاي التمويلات رفعنا التمويل إلى كحد أقصى 70,000. طبعاً هاي 70,000 مرتبطة ارتباط مباشر بدخل صاحب الطلب أو بدخل المواطن، يعني كم دخله كم يحصل وكم قسطه. ممكن إنه على حسب دخله ما يحصل الحد الأعلى من التمويل، والدخلة ما يأهل أنه يحصل الحد الأعلى من التمويل، فبإمكانه، لأن إحنا الأصل في كل الخدمات الإسكانية الأصل في القسط يكون 25% من الراتب أو من الدخل، لكن لو كان 25% كقسط ما يأهل أنه يحصل الحد الأعلى من التمويل له 70,000، بإمكانه اختيارياً أو حسب رغبته أنه يرفع نسبة الاستقطاع إلى 30% أو 35% حتى علشان يحصل الحد الأعلى من التمويل. طبعاً كان قبل الحد الأدنى بعد من التمويل كان 19,000، يعني قبل كان التمويل من الدخل لازم يكون بين 320 إلى 1200. اللي كان 320 دينار راتبة بيحصل 19,000 الحين، وقسطة بيكون ربع الراتب. بس مع هاي التمويلات رفعنا الحد الأدنى للتمويل ونزلنا الحد الأدنى من دخل متقدم الطلب. قبل قلنا 320 دينار لازم يكون دخله علشان يقدر يتقدم على التمويلات، الحين صار 150 دينار بقصون ربع راتبة بيحصل 40,000. يعني بصورة ثانية، يعني ما في أحد بيتقدم على تمويل وبيحصل على أقل من 40,000 دينار. إنزين، ممكن سؤال أحد يبادر إلى ذهنه يقول إن الربع 150 تقريبا 73 دينار ونص، فعلى 30 سنة مدة 37 دينار ونص، فعلى مدة 30 سنة اللي بيدفعها بيشوف إن المبلغ ما بيرجع المبلغ هذا اللي بيرجع اللي اقترض من الوزارة. فهذا المبلغ، الفرقية بين مبلغ التمويل اللي هو 40,000 وخلنا نقول المبلغ اللي دفعه بيدفعه على 30 سنة، هذا بيكون على شكل دعم حكومي غير قابل للاسترداد وما بيرجع منه ولا دينار. طبعا قلنا في حال ان انت ما قدرت تحصل على الحد الاعلى من التمويل تقدر ترفع اختياريا بحد اقصى 35% من الدخل. القسط لازم ما يتجاوز 35% من دخل متقدم الطلب. بس بعد في شرط، ان اذا حاب ان ترفع قيمة التمويل عن 25 الاستقطاع عن 25% من الدخل، لازم نتأكد من ان قدرتك المالية ان انت قادر تدفع هاي المبلغ. يعني أول شيء نشوف الالتزامات المالية والأقساط الشهرية اللي عليك قبل ما نقول لك إن أنت تقدر تحصل 30% أو 35% من الدخل، لأن الكل عارف إن لازم نسبة الاستقطاع من المواطن ما تتجاوز 65% من الراتب. فإذا كان راتبه ودخله يأهل أن يستقطعون منه 35% من الراتب، فبها وبيقدر انه يقدم على التمويل ويرفع نسبة الاستقطاع. طبعا الخدمات الإسكانية العمر فيها من 21 سنة ل 50 سنة ما عدا مزايا. في هاي التمويلات صار استثناء حق اللي أعمارهم أعلى من 50 سنة واللي عندهم طلبات إسكانية مدرجة على قوائم الانتظار في الوزارة وموجودة وتاريخها قبل صدور هاي قرار التمويلات اللي هو في 1 أغسطس 2022. فأي طلب موجود على قوائم الوزارة وقبل هاي التاريخ ممكن إن يستثنون عمر متقدم الطلب حق
يستفيد ويتقدم بأحد هاي التمويلات. يعني ما في حد أعلى لسن متقدم الطلب. في اشتراطات حق أو ميزات إضافية للي بيتقدم على هاي التمويلات. احنا ما نشترط إقامة رب الأسرة في مملكة البحرين، ممكن يكون رب الأسرة يعمل خارج البحرين وهذا موجود فعليا في المملكة، لكن نشترط إقامة الأسرة نفسها في مملكة البحرين. يعني ما يصير الأسرة برب الأسرة موجودين خارج البحرين علشان يقدر ينتفع بالخدمة الإسكانية. طبعا هذا الشرط موجود في جميع الخدمات الإسكانية. السماح ببيع وتبديل العقار في أي وقت. خلنا يعني نضرب مثال بشخص كان موجود قبل فترة، اشترى شقة تمليك قبل سنوات وكان في بداية حياته المهنية وبداية حياته الزوجية، كان زوج وزوجة، فبدل ما كان يدفع في أجار كان فكرته أنه بدل ما أسكن في أجار وأدفع في شيء في الأخير أنا ما بتملكه، فاتجه إلى خيار شراء شقة تمليك. بعد سنوات قام باع هذا العقار وقام بشراء بعد ما كبرت الأسرة وزادت قدرتها المالية واشتغلت زوجته، فحس عنده الاستطاعة أنه يشتري عقار أكبر لأن صار يمكن العقار أصغر بالنسبة لاحتياج الأسرة. الأسرة تتطلع أنه يكون عندها عقار أكبر، زادوا الأبناء، زادت متطلبات الحياة، فقام باع هاي العقار واشترى عقار آخر. هني في التبديل نقدر أنه يبيع العقار ويشتري عقار ثاني حتى لو ما كان من نفس الجنس، يعني باع العقار اللي هو شقة تمليك واشترى بيت بيت بال يعني بيت بدل شقة تمليك. طبعا الفرقية في هاي التمويل طبعا أو المبلغ راح يتكفل فيه المنتفع، وراح نشير إليه في سلايد خاص في التبديل بشكل مفصل. طبعا في مزايا كنا نواجه مشكلة أن الكثير من الناس حاب يتقدم على تمويل عشان يستفيد من مزايا، لكن كانت البنوك ترفض بحجة أن الشركة مو مسجلة في البنوك ومو موجودة، مو الاستد في البنوك اللي مشاركة ويانا في البرنامج، فكان يصطدم بهاي المعوق وما كان يقدر يكمل الإجراءات وما يقدر يستفيد من تمويل مزايا. في هاي التمويل بعد الشكاوي وبعد اقتراحات المواطنين ارتأت الوزارة ان تقدم هاي التمويلات عن طريق بنك الإسكان، وهاي الشرط تشيله من الشروط اللي المفروض تكون موجودة في التمويل، فبإمكان أي شخص يشتغل في شركة حتى لو ما كانت مسجلة في البنوك بإمكانه يتقدم عن طريق بنك الإسكان، وبنك الإسكان راح يموله بنفس لو كان يشتغل بشركة مسجلة في البنوك. يعني نفس مبلغ التمويل بيطلع له ونفس القسط راح يدفعه سواء كانت الشركة مسجلة أو غير مسجلة. قلنا أن في حال أن المنتفع أو المواطن حاب أنه يحصل على الحد الأعلى من التمويل ودخله ما كان يأهله، بإمكانه أنه يرفع نسبة الاستقطاع. رفع نسبة الاستقطاع وبعد ما قدر يحصل على الحد الأعلى من التمويل، بعد في خيار وميزة أنه يقدر يضيف راتب الزوجة علشان يصير يحصل أو يرتفع دخله ويحصل الحد الأعلى من التمويل. طبعاً الأصل في حال أنه بيتقدم بالشراكة مع الزوجة، الأصل في تسجيل الوثيقة بتكون باسم الاثنين، باسم الزوج والزوجة، طبعاً هي دافعة وهو دافع، فمن العدالة أنه يتسجل باسم الاثنين. لكن لو أن الزوجة قالت أنا بتشارك وياك في التمويل، عفواً، لكن أنا ما بتنازل عن تسجيل جزء من العقار باسمي، فهذا بيكون متاح أنه هي تتنازل عن تسجيل العقار وبتخليه بس باسم الزوج. والعكس كذلك صحيح، أنه في حال أن الزوج قال أنا متنازل عن تسجيل العقار باسمي بخلي العقار يكون مسجل باسم الزوجة، بعد هذا بيكون متاح في هاي النوع من التسهيلات. ممكن سؤال دائما يجي لنا في مركز خدمة العملاء، أنا بقدم على التمويل وممكن أن أنا ما أكمل الإجراءات، هل يتأثر طلبي الإسكاني أو لا؟
الجواب ان الطلب الاسكاني ما يتاثر في حال ان انت قدمت على تمويل حق شراء عقار. متى يتاثر؟ بعد صدور قرار التخصيص. يعني انت الحين جت لك الرغبه ان انت حاب ان تقدم على هاي احد التمويلات، بدش على بوابه الحكومه الالكترونيه، بتدخل تحت مظله خدمات وزاره الاسكان، بتشوف تقديم طلب تسهيل، بتقدم على الطلب، بيصير عندك الطلب اذا كان على وفق اشتراطات الوزاره طبعا، بتوصلك شهاده ترشيح بعد قبوله او شهاده استحقاق عفوا، مده صلاحيتها 90 يوم قابله للتجديد. انت في هاي الفتره لازم تبحث عن عقار. في هاي الفتره بحث عن عقار، ما حصلت العقار اللي انت تتطلع انه يكون هو عقار او بيت المستقبل اللي انت تطمح انه يكون موجود، وحبيت تلغي العملية، بإمكانك أي وقت تلغي العملية وتوقف عن الإجراءات بدون ما يتأثر الطلب ولا أقدميته ولا علاوة بدل السكن. في شخص لا حصل العقار ووفره، وبعد ما وفره خلاص المالك مثلا كنسل، ما قال أنا خلاص ما أبغي أبيع العقار وبحتفظ بالعقار، بعد بإمكانه أنه يحتفظ بأقدمية الطلب ويجي الوزارة ويوقف العملية ويحتفظ ويستمر على طلبه الإسكاني القديم. شخص ثالث ممكن أنه راح مثمن حق العقار وطلع العقار وفق اشتراطات الوزارة، لكن للحين الوزارة ما وقعت له قرار التخصيص. شنو أقصد بقرار التخصيص؟ طبعا قرار التخصيص يصدر الوزارة بعد ما يكمل كامل الإجراءات، وبعد ما يوفر العقار، وبعد ما يوافقون على العقار ويوافق على قيمة التمويل والأقساط، هني يصدر إليه قرار التخصيص علشان يخصصون للمبلغ ويحولونه على بنك الإسكان عشان يكمل إجراءات ويستلم المبلغ، أو إذا كان في البناء طبعا، أو إنه يتحول المبلغ في حساب البائع. فصدور قرار التخصيص هو خلنا نقول الحد الفاصل بين إنه تحتفظ بأقدمية الطلب أو يتأثر الطلب أو لا. فقبل صدور قرار التخصيص أنت بإمكانك أن تلغي العملية بأي وقت ولأي سبب، حتى لو كان أنت بدون أي سبب خلاص أنا ما أبغى أكمل في هاي المشروع، بلغي العملية وبستمر على الطلب، ما في أي مشكلة، بتحتفظ بأقدمية الطلب. لكن بعد صدور قرار التخصيص يعتبر أن الوزارة خصصت الخدمة وخصصت المبلغ وقالت لك روح استلمه من بنك الإسكان، بس أنت رح تتخلف، فهني بيتأثر الطلب الإسكاني. طبعا قلنا استثناء الحد الأقصى للسن، المفروض انه يكون السن متقدم الطلب لخمسين سنة، لكن استثنت الوزارة سن متقدم الطلب لأصحاب الطلبات اللي موجودة قبل 1/8/2022. فلو كان حتى أعلى من 50 50 60 65، أعلى من ذلك بعم بإمكانه انه يتقدم بالتمويلات. في بعض المميزات وخصوصا للعسكريين، العسكري في حال نتقدم على خدمة تمويل وحصل على قرض، خلنا نفترض ان قسطه كان 200 دينار، جهة عمل العسكرية راح تتكفل بسداد نصف القسط. يعني افترضنا ان قسطه كان 200 دينار، فالمنتفع او المواطن بيتكفل بسداد 100 دينار وجهته العسكرية بتدفع عنه 100 دينار، فبتدفع نصف القسط المقرر عليه من قبل الوزارة. طبعا عند التقاعد ممكن ان ينزل الراتب، واكيد راح ينزل الراتب، فبامكان بنك الاسكان يسوي اعادة احتساب القسط بما يتناسب مع ربع الدخل للمواطن علشان ما تتأثر قدرته ولا تتأثر الحياة عنده وقدرته الشرائية. بعد في شغلة، إن في حال إن صارت ظروف أو تعسر مالي في الدفع من قبل أحد المواطنين اللي مستفيدين من هاي الأنواع من التسهيلات، بإمكانه إنه يتقدم خطاب إلى لجنة الإسكان يشرح فيها هاي الظرف وسبب عدم تمكنه من دفع الأقساط الشهرية المقررة عليه، يتم تأجيله عن طريق لجنة الإسكان لسنة، وممكن إنه سنة إضافية. قلنا العدول في أي وقت قبل قرار التخصيص بحيث ما تتأثر أقدمية الطلب.
طبعا المسار الإجرائي شلون نقدم على الطلب طلب تسهيل. المنتفع لازم يكون عنده مفتاح إلكتروني، الحين الأغلب عنده والمفروض أن الكل عنده مفتاح إلكتروني، يدش على موقع الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، يختار خدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بتشوف مجموعة من الخدمات اللي تقدمها الوزارة. من ضمن الخدمات تقديم طلب تسهيل. طبعا تقديم طلب تسهيل له الخيار أنه يختار مثل ما قلنا في البداية تمويل عن طريق بنك الإسكان أو تمويل عن طريق البنوك الممولة. ممكن يقول أحد أنا ليش أخذ بنك الممول، ليش ما موجود بنك الإسكان؟ ممكن لأن في التمويل 70,000 ممكن يكون غير كافي حق بعض الأشخاص، ما عنده التكملة أو ما عنده المبلغ الإضافي، فبيضطر يأخذ تمويل إضافي من البنوك. فبدل ما تكون العملية في بنكين، بنك الإسكان وبنك آخر، يقول لك أنا بوجه العملية علشان أنا أكون أتعامل مع بنك واحد بدل ما أشتت عمليتي في بنكين أو أكثر. ممكن بعد يكون أن بيختار بنك الممول لأن بنك الممول عنده تأمين على الحياة. في حال أن أنت تقدمت على أحد هاي التمويلات عن طريق البنوك الممولة ولا سمح الله توفى منتفع أو صاحب الطلب، فبيسقط عنا الأقساط مباشرة بحكم وجود تأمين على الحياة. لكن في بنك الإسكان يسقط بعد التمويل أو يسقط الأقساط اللي عليه، لكن بشرط وجود ابن قاصر أقل من 21 سنة، عمره أقل من 21 سنة. في هاي الحالة بيتم إعفاءه من دفع باقي الأقساط وبيسقط عن التمويل أو القسط المقرر عليه. بعد ما يختار أنه بنك الإسكان أو البنوك الممولة، بتطلع للشاشة اللي يختار فيها نوع التمويل، سواء تمويل تسهيل عقاري، تسهيل تعاون، تسهيل البيت العود، بيختار نوع التمويل وبيختار الغرض منه، بيشتري أرض، بيشتري بيت. عقبها بيملي البيانات منها أرقام التواصل والإيميل وأشياء بسيطة، وبيرفع والأوراق اللي طبعا راح نطلبها عليه، بيكون سليب راتب لآخر شهر مفصل، وعقد الزواج فقط بيكون يرفعهم عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية. طبعا بعد ما يتقدم الطلب بيروح إلى قسم في الوزارة علشان يدقق على الطلب. بعد ما يتأكد أن الطلب مستوفي لاشتراطات الوزارة، راح توصل شهادة استحقاق مدة صلاحيتها مثل ما قلنا 90 يوم قابلة للتجديد. عقبها بدوره هو يقوم يبحث عن عقار ويسوون له تثمين، وبعدين يسوون له القرار الوزاري، ويتحول القرار الوزاري إلى بنك الإسكان لصرف مبلغ التمويل أو إلى البنوك الممولة عشان يكمل إجراءات التمويل. أستاذ ممكن بس يعني على أساس الجمهور يعني يبي يستفسر إن شاء الله بإذن الله. ما عليه بالخير. إحنا التسهيلات هذا تطرقنا لها مع السلايدات، تسهيل عقاري وتسهيل بيت العود، تسهيل تعاون. قلنا تسهيل عقاري بيكون بشكل فردي، تسهيل بيت العود هو تملك جزء من عقار ترجع ملكيته إلى أحد الأقارب، تسهيل تعاون هو مجموعة شراكة مع مجموعة من الأشخاص. هذه الأغراض إحنا أوريدي تطرقنا إليها وشرحناها بالتفصيل، بس للي يبغي يطلع عليها بشكل سريع. طبعا الاشتراطات للتقدم بطلب تسهيل او اي طلب في الوزارة، لازم تكون إقامة الأسرة في مملكة البحرين، السن من 21 ل 50 ما عدا الاستثناء اللي قلنا عنه قبل شوي، الدخل الشهري لازم يكون بين 150 الى 1200، يكون طبيعي بطبيعة الحال بحريني الجنسية، وما يملك عقار لا هو ولا أسرته ولا استفاد من تمويلات الإسكانية أو حتى من جهات عمل اللي تمنح خدمات إسكانية. طبعا يكون عنده رب أسرة. تملك العقار لازم بس في حال أنه بيتقدم على قرض بناء، وتكون الأرض فضاء خالية من أي نزاع قانوني. طبعا اشتراطات العقار بتشوفونها متكررة في كل السلايدات، لازم يكون تصنيفه سكني العقار ويكون خالي من أي نزاع قانوني. تصنيف سكني لأن الوزارة الغرض ومن تأسست غرضها السكن، مو غرضها لأي غرض آخر سواء تجاري أو غيره،
فلازم يكون تصنيف العقار اللي بتشتري يكون تصنيفه سكني خالي من أي نزاع قانوني، علشان تقدر الوزارة أو تقدر أنت تحول ملكية العقار باسمك في حال ما عليه نزاع قانوني. طبعا في كلهم بيطلع عليهم مثمن معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين، وبيتم تثمينه على ضوء على التقدير المثمن على حسب المعمول فيه في مملكة البحرين. طبعا قيمة التمويل أو قيمة العقار، ما في حد حق قيمة العقار، حتى لو كان قيمة العقار أعلى من قيمة التمويل، في حال أنه بيتكفل المنتفع أو المواطن بسداد الفرقية فما في مشكلة عند الوزارة، لأن هاي المشكلة كانت موجودة في مزايا، كان المتقدم لازم العقار سعره ما يتجاوز 120 ألف. هاي كلهم اتطرقنا ليهم، بس الإضافة أن في حال أن أنت تقدمت على شراء أرض ما بتلزمك الوزارة في بناء هذه الأرض في فترة محددة، يعني ما بنيتها في خلال سنة، في سنتين، في ثلاث، في أربع، لا سمح الله تعسرت وما قدرت تبنيها، تعسرت ماليا وما قدرت تبنيها، بتتم تحتفظ بهاي الأرض وبتكون ملكك وما حد إليه ولا عليك التزام تجاه أي جهة أخرى. طبعا في شراء قطعة الأرض وبناها أو شراء مبنى والإضافة عليه نفس الاشتراطات، رد أكررها، بس الإضافة الوحيدة فيه أن التمويل بينصرف على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى لشراء العقار أو الأرض، والدفعة الثانية والثالثة حق البناء، بناء الأرض أو الإضافة على العقار إذا كان هو مبنى وحاب أنت تضيف عليه. بس هني نقطة، أن في حال أن أنت اشتريت الأرض واخترت شراء أرض وبنائها، خلينا نفترض اشتريت الأرض ب60 ألف مثلاً وبتبنيها، بتكمل المبلغ اللي يطلع لك 70 ألف حق، بتستفيد من 10 حق البناء، بإمكانك لازم هني تستلمها في خلال سنتين من استلام الدفعة الأولى. الدفعة الأولى طبعاً بتكون حق شراء العقار. بناء المسكن نفس الشيء، بيكون على شكل دفعتين للبناء، والشروع في البناء لازم يكون خلال سنتين من تاريخ استلام الدفعة الأولى. البيت العود، احنا قلنا ان اذا كان العقار قابل للفرز والقسمة بتصدر لكل شخص وثيقة ملكية مستقلة، لكن اذا كانت غير قابلة للقسمة والفرز بتكون بأسهم مشاعة مسجلة في وثيقة الملكية على كل من وحسب نصيبه من العقار. طبعا لازم موافقة صاحب العقار الأصلي في حال أن أنت حاب تتملك جزء من عقار أحد الأقارب، لازم يكون موافقة في البداية من مالك العقار نفسه، عشان بعدين بيتم توقيع عقود قانونية بين بنك الإسكان والمنتفع وصاحب العقار علشان يحفظ حقوق الجميع. قلنا في تسهيل تعاون نفس العملية، لازم تتأكد أن العقار قابل للفرز في حال أن أنت حاب تقسم العقار، وإذا كان غير قابل للفرز بتكون بأسهم مشاعة بعد محددة في وثيقة الملكية. هني ممكن أن بس إضافة بسيطة، أن في حال أن تقدموا على بناء العقار راح يتم صرف المبلغ إلى المقاول علشان يقوم ببناء هاي العقار اللي متفقين عليه. طبعا برنامج الضمان المشترك، هاي البرنامج هو عبارة عن قرض عقاري، قرضين عقاريين من جهتين مختلفتين. يعني قبل ما كان مسموح ان العقار يكون مرهون حق بنكين، او ما في بنكين يرضون يرهنون عقار واحد بالمناصفة فيما بينهم، كل بنك يبغي يرهن العقار بروحه. في هاي الاتفاقية اللي صارت بين بنك الإسكان، بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني متمثلة ببنك الإسكان والبنوك الثانية المشاركة، أن تأخذ قرض تسهيل عن طريق الوزارة اللي يعتبره قرض عقاري، وتأخذ قرض عقاري مكمل عن طريق البنوك الممولة الثانية علشان أنت تحصل الحد الأعلى وتقدر تشتري البيت اللي تعرف اللي حاب تشتري، لأن ممكن أحد يقول أن المبلغ 70 ألف غير كافي، فصار هاي الحل
أو المعالجة هذه علشان يقدر يحصل تمويل إضافي ثاني علشان يقدر يشتري العقار اللي يرغب فيه. استبدال العقار، اتطرقنا لاستبدال العقار، منعيد عليه بشكل سريع. بإمكانك أن أنت تستبدل العقار في فترة السداد، يعني الحين خلنا نبديها بمثال علشان تكون الصورة واضحة أكثر. لو شخص اشترى بيت صغير عقب 10 سنوات وهو يسدد، لأن القرض بيكون مدته 30 سنة، بعد 10 سنوات شاف أن البيت صغير على الأسرة وحاب أنه يتوسع، فبإمكانه أنه يبيع هاي العقار بشكل مباشر، يبيع العقار ويوفر العقار البديل وتم مبادلة هذا العقار. أو أنه ممكن بعد الشخص يشتري عقار ثاني، يعني تكون مقدرته المالية تزيد، بيشتري عقار ثاني بالإضافة إلى العقار اللي موجودة، وبيسوي عملية مبادلة لرهن العقار في البنك. بدل ما يكون العقار اللي اشتراه في البداية هو اللي مرهون، العقار الجديد اللي بياخده بيرهنه بالنيابة عن العقار القبلي أو الأصلي اللي كان مرهون إلى البنك. فهذا بيكون بعد متاح في عملية الاستبدال. طبعاً لازم يكون العقار ما يقل قيمته بعد ما يطلع المثمن عن قيمة التمويل اللي انصرف إليه. نظام أمانات. نظام أمانات هو نظام أنت حاب أن تبيع العقار لكن ما عندك العقار البديل. فشين اللي بيصير؟ أنت بتوفر المشتري، بتبيع العقار، بتم إيداع مبلغ التمويل في حساب أمانات باسمك إلى بنك الإسكان. بتكون مدة الإيداع 6 أشهر قابلة للتجديد. في هاي الفترة يعطونك مجال أن أنت تروح تدور العقار وتوفر العقار عشان تتم عملية صرف المبلغ إلى المالك الجديد أو إلى البائع الجديد، ويتم رهن العقار لصالح بنك الإسكان. طبعاً الأقساط في حال أن أنت وقفت 6 شهور البحث عن العقار، طبعاً القسط ما راح يوقف، راح يستمر في الاستقطاع القسط في طول فترة هاي الانتظار لحين توفير العقار البديل. بعض الفروقات، طبعا هاي في الأخير، حين وصلنا للأخير، بعض الفروقات بين تسهيل ومزايا ومزايا الفئة المستحدثة. عندنا تسهيل، القسط بيكون ثابت طوال فترة السداد من أول قسط إلى آخر قسط، قسط ثابت ما يتغير. هذا اللي غير متاح في تسهيل، في عفوا في مزايا، لأنه يصير تحديث دوري كل سنتين إلى الدخل، بحيث يتم استقطاع ربع الدخل من المنتفع كل سنتين. يتم تحديد هاي التحديث، بعد التحديث يتم تحديد القسط، فكل سنتين كل ما يزيد الدخل كل ما تزيد يزيد عليه القسط، بحيث ما يتم استقطاع أكثر من 25% من الراتب. طبعا هذا في مزايا التقليدي. مزايا الفئة المستحدثة ممكن انه يرتفع ل 30% بحسب عمر المتقدم. في تسهيل ما في دفعة مقدمة حق شراء العقار، لكن هذا يكون مشترط فيه في مزايا بنوعه، لانه لازم تدفع 10% من قيمة العقار في حال انت حاب تشتري عن طريق مزايا. طبعا الحد الادنى من التمويل 40,000 في تسهيل، اما موجود في مزايا. الدخل الشهري لازم يكون من 150 ل 1200 في تسهيل، في استثناء ل 1500 في حال ان حاب يتقدم ودخله اعلى من 1200 ل 1500 بامكانه انه يتقدم على التمويل وراح توافق اليه الوزارة، بس ما في استثناء في مزايا، فبيكون الدخل لازم من 600 الى 1200 إلا إذا كان راتبة أقل من، يعني من 550، الحين في استثناء محطوط علشان يقدر يستفيد من هاي البرنامج اللي هو مزايا، بس ما في استثناء للحد الأعلى من التمويل. قيمة التمويل في تسهيل بتكون بين 40,000 ل 70,000 على حسب الدخل. مزايا التقليدي بيكون ل 81,000، ومزايا الفئة المستحدثة بيكون ل 63,000. التمويل
في تسهيل بيكون عن طريق البنوك الممولة أو عن طريق بنك الإسكان على حسب أنت اختيارك، لكن مزايا أنت ملزم أن تأخذ التمويل عن طريق البنوك الممولة لأن بنك الإسكان ما يمول هاي النوع من التمويلات اللي هو مزايا. سن متقدم الطلب لازم من 21 إلى 50 سنة في تسهيل، وفي استثناء لأصحاب الطلبات حتى لو كان أعلى من 50 سنة لأصحاب الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار وصدرت وموجودة على قبل صدور قرار التمويلات، لكن في مزايا الفئة المزايا التقليدي من 21 ل 35 ومزايا الفئة المستحدثة من 21 ل 40 سنة. طبعا برنامج الضمان المشترك اللي قلنا تقدر تاخذ قرضين عقاريين من بنكين مختلفين، طبعا لازم يكون القرض الاول عن طريق بنك الاسكان له تسهيل، والبنك الثاني يكون عن طريق البنوك المشاركه الاخرى. هاي متاح في تسهيل لكن غير موجود في مزايا. استبدال العقار في تسهيل متاح وسهل وسلس، في مزايا بيكون خاضع لاشتراطات البنك اللي بتاخذ من عند البنك الممول. ملكية العقار في نفس اليوم اللي تشتري العقار بتتسجل ملكية العقار باسم المواطن في حال اخترت تسهيل، وإذا اخترت مزايا بأحد أنواعه بيكون إما تتسجل باسم المنتفع مباشرة أو تتسجل باسم البنك على حسب الأحوال، بما أن يعني في فرق بين البنك التقليدي والبنك التمويل الإسلامي. آخر نقطة، بعد ما طلع برنامج مزايا في جتنا استفسارات أو اقتراحات من المواطنين إن المطورين رفعوا سعر الوحدات، إن ما في مطروح أسعار وحدات تتناسب مع قيمة التمويل. طلعت هاي الوزارة بهاي البرنامج بهاي الفكرة إن اسمه برنامج تطوير الأراضي الحكومية، هي أرض راجعة للحكومة للوزارة الإسكان مملوكة للحكومة، تمنحها مطور عقاري يبنيها باشتراطات وزارة الإسكان، يبنيها بإشراف مباشر من وزارة الإسكان بشرط أنه ما يزيد سعرها عن 99,000. بدت التجربة الأولى، سووا المشروع اللي موجود في اللوزي تحت اسم سهيل وأعلنوا عنه في معرض التمويلات الثاني اللي أقيم في السيتي سنتر، وانباع أكثر من 90% من المشروع، موجود للحين قائم في حتى وحدة سكنية للعرض اللي حاب إنه يروح يشوفها يتواصل إياه بنك الإسكان، راح أحط أرقام التواصل والإيميلات، وحتى لو حاب يدش على الانستغرام مال بنك الإسكان بيشوف التفاصيل كلها موجودة للعقار، في حتى 3D تقدر تتجول داخل الوحدة إذا أنت ما حاب إن تروح أو عندك معوق إن تروح أو مشغول ما عندك وقت تروح، تقدر تدش على هاي حساب بنك الإسكان أو موقع وزارة الإسكان أو موقع البنك وتقدر تشوف التفاصيل. طبعاً المشروع الأول اللي صار قلنا في مشروع سهيل وانباعت أكثر من 90%. اللي مطلع هاي الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي لاحظ إن في اتفاقية جديدة صارت بين وزارة الإسكان وشركة دلمون للتطوير العقاري، إن في مدينة سلمان وقعوا اتفاقية ببناء 131 وحدة، عدل 131 وحدة سكنية بتكون أسعارها ما تتجاوز 98,000، وإن شاء الله بيكون جهوزيتها على 2025. طبعاً هاي أرقام التواصل اللي حاب يتواصل على أرقام التواصل المركز الاتصال الحكومي اللي هو 8801 أو يتواصل عن طريق بنك الإسكان، أرقامهم موجودة والبريد الإلكتروني بعم ممكن التواصل عن طريقه اللي حاب يطرش عن طريق الإيميل. أستاذ محمد جزاك الله خير، مشكور على المعلومات الطيبة اللي عطيت إياها، وإحنا كنا متعطشين بصراحة حق هذه المعلومات اللي إحنا نحصلها عن وزارة الإسكان والخدمات المقدمة بعد كذلك لهم وزارة الإسكان، ونأمل إن إحنا وصلنا اللي هو بعض الاستفسارات اللي موجودة عند الجمهور يكون جاوب عليها اللي هو الأستاذ محمد الصاغق أخصائي خدمات إسكانية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ونشكر بعد كذلك الأستاذة جميلة النشابة
رئيسة قسم الإعلام في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وكذلك الحين راح نفتح له المجال إن شاء الله بإذن الله لأي استفسارات من عند الجمهور، بس حابين نوضح له بعض النقاط. الاستفسارات احنا راح نجمع 5 أسئلة وبعد ذلك بيتم اللي هو الجواب عليها، وبعدين بنرد نطرح له بعد كذلك اللي هو مرة ثانية المجال، نفتح المجال لكم للاستفسارات وبنجاوب عليها مرة واحدة إن شاء الله بإذن الله، على أساس ناخذ أكبر كم موجود، واحتمال أن مع الإجابة يكون احنا جوابنا يمكن على استفسارات أخرى من الجمهور بعد كذلك هم طالبينها. فنفتح المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من اللي أشكر الله أشكر الناس، شكرا لهذه المحاضرة الجميلة، ونحن يجب نشكر حكومتنا الرشيدة على الإيجابيات مثل نحن ما نتذمر من السلبيات، هذا جحود إذا ما نشكر يعني. عندي سؤالين، سؤال شخصي وسؤال عام. عندي ولد ساكن في شقتي وشهريا أقساه تقريبا حول 200 دينار، ولا طلب في 25/6/2019 الآن 4 سنوات، أمتى بيحصل الوحدة السكنية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، ما مدى استفادة المواطن من مشروع مارشال؟ لأن 25% ما تغيرت من سنة 1976، وشكرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على المحاضرة. عندي سؤالين على السريع. السؤال الأول، كم الأرباح بيدفع الشخص إذا حصل على قرض التسهيل؟ تقريبا يعني هل بتوصل 80% 100% من المبلغ اللي بيستلمه؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، في شخص اشترى، طبعا قدم خدمة إسكانية وبعدها اشترى شقة 50 متر، تصور 50 متر مساحتها، وقالوا له الإسكان خلاص أنت تملك، يلغى طلبك الإسكاني، وشكرا جزيلا. يعطيكم العافية على هذه الندوة اللي بالفعل يعني تنورنا فيها. سؤال واحد، ماذا عن قرض الترميم؟ يمكن يعني الأستاذ محمد ذكره بس ما ذكر تفاصيله وشروطه، ولو كان مالك البيت منتفع أصلا بقرض إسكان لشراء شار البيت بس مضى عليه تقريبا يمكن 22 أو 25 سنة يعني، ويبغي يرممه أو يبغي يضيف مثلا عليه، فشلون شروطه؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حيا الله أم أحمد. صراحة يعني أنا في قلبي كلمة بقولها، أنا وزارة إسكان وزارة وايد صعبة صعبة ومتاهة، لكن يعني صراحة ما أدري شلون طلعوا هذين الاثنين محمد والأستاذة جميلة، لأنهم أهل الصعاب الله يسلمك. يعني صراحة والله العظيم تعاملت معاهم من أروع التعامل، شلون يعني حق المواطن يسلسل له الكلام، يسلسل له الشيء، وإن شاء الله يا ربي يعني الله كريم إن شاء الله. لكن أنا حق أستاذ محمد الصايغ عن مزايا. نعم. أي أحنا أنت قمت أبوي تتكلم تقول يعني كله بالآلاف بالآلاف بالآلاف، إنزين أنا كمواطنة أبي أعيش عيشة نظيفة، أبي أعيش في بيت، مو يعني مثل ما تقول ما أعطيني شقة متر في متر حجرة واحدة، أنا شنو أسوي؟ أقراضي كلها في حجرة واحدة، ما أقدر أمشي، أنا ما سكنت، أدفع الحين قاعدة أدفع لكن مو ساكنة، أنا لازم هني يسوون لي حل. يعني أنتم مكتوب تسهيل، سهلوا لنا إحنا بعد المواطنين، يعني إذا إحنا متقاعدين 300 دينار، يعني أخذوا حتى لو تأخذون 50 دينار من كل شهر، بس إن أنا أعيش في مكان نظيف، مكان يخصني كمواطنة، أنا مو شايفة روحي مواطنة، أنا مو شايفة روحي مواطنة، أنا مخليني آخر شيء. لا أنا أتكلم بالصدق، أقول الصدق، أنا بحس كمواطنة بحرينية،
أقعد في مكان أقول هذا بيتي، هذا مكاني. زي هل تندر... أنا بروحي، إيه أنا بروحي قاعدة. هل تندرجين يعني تحت الكاتيجوري اللي هم حاطينه؟ مثلاً يعني أوكي إذا المبلغ اللي هو اللي تحصلينه كذا المدخول ممكن إنهم يعطونا هاي النوع من التمويل، تندرجين وياهم؟ أي نعم. أشكر حضوركم وزارة الإسكان، بس أتمنى تتوجهوني لي في كلمة. التمويلات الجديدة اللي طلعت ما تناسب شخص طلب الإسكاني أكثر من 20 سنة، ما تناسبه. يعني أنا على وشك تقاعد، زوجي على وشك تقاعد، أخذ تمويل إسكاني وأدفع قسط شهرياً 400 دينار، هل هذا المعقول؟ لا مستحيل. ولي العهد ما قصر، من شهر 8 قرر بقرار أنه تسهيل حق 2004 وما قبله، صحيح هذا الكلام. وإحنا عقب ما عرفنا أنه بيسلمونا أرض وقرض 40,000، تكلمنا مع مقاولين وقالوا يبني لكم هذا 40,000، صحيح. أنا طلبي 2004 لحد الآن ما جاء اتصال لي، من شهر 8 إلى الحين يمشون بالترتيب، حالياً وصلت إلى 2003 شهر 6 على حسب كلام مواطنين، بوصل لي إن شاء الله. بس شنو؟ أروح أقول أنا موافقة على ولا شيء، لا يعطوني مساحة الأرض، لا يعطوني المنطقة. أنا 20 سنة، فوق 20 سنة، أكيد بكون قريبة من أهلي. ما تعطيني اسم المنطقة ولا تعطيني مساحة الأرض ولا تقولي أنا وأنا مصيري ولا تقولي متى تسلمني الأرض، كل ما عندنا معلومات. عجل ليش مناديني؟ ليش تضيعون وقتي؟ أي نعم. أنا عندنا أرض في قسم البيت الوالد معاشي 300 دينار، وأم بقسمها يعني يكون لي قسم وثيقة، قال لي ما يصير، لازم مساحتها 288 وهي مساحتها 255، مو راضين يقسمون لي، ومعاشي 300 دينار. يعني الأرض موجودة بس أنبيها قلنا حق بناها يعني. طيب استفسار عندنا هني. سلام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسارين. استفسارين. نعم. طلبي الوحدة السكنية ترجع ل 2006. 2006. وأنا قاعد في بيت عائلة للصفر. ظروفنا صعبة جدا. كل ما أراجع وزارة الإسكان ما في رد على الطلب. قال ما ندري متى يعطونكم وحدة سكنية. الحين هذه اللي تقول الأخ محمد اللي في الشمالية اللي 98,000. لو قدمنا عليه هل يعطونا من هذا الوحدة السكنية دارات ب 380 دينار؟ والعمر كم؟ من راجعنا الإسكان أولا قال أقصى شيء عمرك 40 سنة، طب ما يعطونك إلا 40,000. الحين لو قدمنا على الشمالية اللي تقول إن بس أنت محمد، هل هذا يعطونا بوحدة سكنية هناك بالراتب هذا؟ طيب جزاك الله خير. في استفسار عندنا هناك؟ سام. ثلاثة أسئلة الله يخليك. أول سؤال له إعادة جدولة الراتب بعد التقاعد، هل لجميع المنتفعين؟ والسؤال الثاني في برنامج تسهيل، كم نسبة الحد الأقصى للاستقطاع من الراتب يعني بعد 63,000؟ مثلاً باخذ تمويل إضافي، كم راح يوصل نسبة الاستقطاع المجموع من الراتب؟ والسؤال الثالث، هل راح تتوسع الوزارة في ما سمعنا شوي هل راح تتوسع الوزاره في المبادرات الجديده حاليا اللي راح يشمل طلبات ما بعد 2004 اللي هو ارض وقرض؟ وشكرا. السلام عليكم. عليكم السلام بالخير. وزاره الاسكان والله يمسيكم بالخير الحضور. طبعا انا محمد عندي اللي اطرح المشاكل والشارع البحريني. نعم الله ينعم حولك وعليكم زود. طبعا احنا اول شيء نشكر جلاله الملك ونشكر مثل ما قال ولي العهد ما نكون ذي، لكن في شيء في وزاره الاسكان يعني يخلون الواحد، انا عندي طلبات مطرشين لي ناس 2001، كم سنه الحين؟ وعقب يقولون حق الواحد خلاص صار عمرك مر يعني مو بالعمر القانوني. اي نعم.
بالنسبة حق البيوت الأخ محمد أظن أنا لأن ما قعدوا أشوفكم عدد. نعم أستاذ محمد. أزيد فضلك. نعم. قال إن لازم يخلون استشاريين مثلاً يتابعون البيوت. أنتوا تدرون البيوت اللي وزعوهم الطق مسمار طيح عليك الطوفة شطف. تدرون السويتشات أخص شيء السويتش مرتين ثلاث يعني 25 سنة من عمر المواطن. لازم شيء عدل، لازم بيت مثل ما تفضل الأخ اللي قبل وتفضلت الأخت، يعني أنيت الوالب مرتين ثلاث يخترب عليك، أنيت حق السويتشات يا يما تخترب عليك، أنتوا هذه 25 سنة من قلب المواضع من دمه، وناس راحت في قبورها ليش ما سلمت يعني البيوت، احنا ما نقول، وفي أشياء يمكن ناس استثنائية بالنسبة احنا تقولون الاتصال من يشير في وزارة الإسكان احنا التليفون ومن قايل لكم إني داخلون لوادم في الإسكان الحين ناس قاعدة تشتكي دي مواطن ومن حقه إنه بفلوسه ولد الديرة يقعد والناس اللي عقبهم عقوهم البيوت والبحريني يعطونا شقة ما حد يرضى هذي محمد أنا عارفه وعارف مشكلاته مسكينة كم سنة من متى يطبطبون عليها يطبطبون عليها هاي بنت البحرين هي وغيرها يمكن في الإخوان هذي حماعة ورقة لكم اللي يقول راتبي 300 دينار هاي بحرين هاي دولة قامت عليهم البحرين قصوا الصخر بناوا وزرعوا وكل شيء كلهم هذا ليه هالبحرين بس في أشياء تصور أنا عندي مشكلة ياتني يقول لك واحد وهو مرته عقب تقاعد قعدوا وهو مرته مقدمين حق شراء يروح يومية والريال يسوي غسيل كله مستعد يجيب لكم يروح لهم يومية يقول لي الحين تقول مرة ما رشياني وطقيت البرنامج اللي هو مالكم إمام الإسكان تصور قلت شفت اسمنا من العام شهر 5 طلع لهم القرض وهني بس مثل ما يقولون يعني مع الأسف في ناس لا والله اشتغلت في الإسكان وتشتغل احنا ما بس في ناس يعني بس ما بارز وللحين أي لجنة دي لجنة يشتغل يبون صدقات من لوادم يعني قرضهم من العام شهر 5 تصور طالع لو بالمرة طقت الإمام مالكم ذي الموقع مال الإسكان ورايح نفس اليوم قالوا له للحين للحين في اللجنة من العام شهر 5 حنت كثر من العام للسنة يعني ليش ونوطر في خشمك لو كنت تعالوا يبون عندكم صدقة هذه فلوسهم 25 سنة وناس خلاص عمرهم صار أكبر ما نعطيكم أنا هذا اللي بسألكم يما والمزايا والبنوك ترى يقصون الواحد يبلحونة تبلح شنو يعني راتب البحريني يعني المفروض شيء مثل ما يقولون شيء رمزي يأخذون على الواحد أنا عندي سؤال استفسار حتى عجبت من الأخ محمد يوم يقول طب. يقول لك مثل واحد يما علي قروض مبلحين وينهم البحريني كلهم مبلحين يقول وقفوا لي القرض ترش قالت مال البنك أنا كنت موجودة قالت لي معناته بتوقف بس بصير عليه أزيد الدفعين الأرباح. أنا استعجبت من الأخ محمد يقول لا المدة بصير يعني أطول مثل لو وقف سنة بصير سنة زيادة إذا مثلا هالكثر سنة زيادة هاي اللي أنا عارفة إحنا هي تقول لا يزيد عليكم القرض فليش يعني ما قاعدين يردون على الناس ترى هذه البرنامج اللي سويته كلش مو زين الأول الناس تي ويحاكيك كنا جايت تطلبه هو بيت يعطيك من وراء خشمة من وناس والله محترم شوف في ناس راحت وأشكر أنا الوزير القبلي وأشكر خالد الحيدان يعني هذين الناس نظاف الصراحة وهذين إخواني إيمان عيالي وفي ناس تدش عليه من وراء خشمك ترى يدخلك خايف منك إنك تفضحه في الإذاعة ولا تفضحه في ذي أي نعم إيه لا فهذه عيال الديرة ما يحكي طيارك لو فيرك ترى كلهم بحرينيين وقامت البحرين عليهم ترى هذا اللي راحه وقصوا البحر طيب. وسووا من الخيل وذي انا بس ابي الاستفسار دي لمتى بتخلونها يا ام احمد لمتى بتخلونها تنتظر وليش ما تسوون شيء استثنائي برد عليهم واحد محترق واحد بيته واحد مثل ما تقولون بيطردونها من البيت رايلهم طلقه يطردها في الشارع تقعد انا حطيت الملاحظات في اذاعه البحرين طيب. وفي الحال اتصلت فيني الاظن الاخت جميله ما ادري من عدل يما انا محمد وياك انا ما اشوف عدل بيض الله وجهك نفس الوجه مري نفس الوقت اتصلت فيني يا ريت الناس يشتغلوا مثل هاي لان قلمها كان حر شكرا جميلة. شكرا محمد يعطيك العافيه يعني ما شاء الله الصراحه الاستفسارات كثيره يعني من وين نبتدي 25 انا حسيت يعني استشفيت من كلامكم ان في لبس بين مزايا وبين تسهيل يعني المزايا هو اللي إذا في توقيف أو في استقطاع يكون عن طريق البنوك التجارية هي اللي تتحكم في القرض وتتحكم في المبلغ لكن التمويل اللي عن طريق تسهيل أو عن طريق بنك الإسكان
طبعا هذه ما في فوائد ان اذا تاخرنا تراكمت فوائد او زاد القسط، هو مجرد انه يقدم اوراقه حق لجنه الاسكان وهي تنظر في الاوراق اللي يقدمها وتصدر قرار انه تم الايقاف مثلا لمده سنه. ايضا اذا ما تحسن حاله يتم الايقاف التجديد له لمده سنه ثانيه. المده تزيد او هذه لها علاقه بالاقساط حسبتها مع بنك الاسكان، لكن ما في فوائد تزيد او انه يزيد مبلغ القرض او يزيد يدفعونه مبلغ ازيد، لا، هذا كله يتعلق بمزايا والبنوك التجاريه. طبعا مزايا قبل لا يتقدم الشخص يشرحون لنا ترى هذه وضع مزايا، ان كل سنتين في زياده، ان لازم تدفع مقدم، ان ترى البنوك التجاريه لها اشتراطاتها، هذه اشتراطاتها مثلا ما ترضى تبدل العقار، او بعضهم يسمون العقار ملكية العقار باسم البنك نفسه إذا كان خصوصا إسلامي، أنت ما تقدر مثلا، اشتراطات البنوك كلها يطبقونها عليه في مزايا، لكن تسهيل بنك الإسكان ما له علاقة بهذه الاشتراطات. أيضا بالنسبة لجودة الأشياء الموجودة في بيوت الإسكان، طبعا الماضي هذه إحنا ما له علاقة فيه، لكن حاليا مثلاً بعطيكم مثال بسيط، مدينة سلمان عندنا مشروع حالياً، مشروع العمارات السكنية، احنا فتحنا باب الزيارة عشان تشوفون نموذج هذه الشقق، اللي راح أكيد شاف يعني شنو المستوى. الله يعزكم، الحمام في ورقة داخل الحمام، الشاور شنو ماركته، اللولب شنو ماركته، المنظرة المعلقة شنو ماركتها، الصالة في نفس التعليمات موجودة أن هذه السويت شنو ماركته، شنو الضمان اللي عليه، الجرس اللي موجود، المطبخ، التجهيزات اللي في المطبخ من وين وشنو ماركتهم، التكييف أيضا اللي موجود في الشقة موجود الاسم والعلامة التجارية والضمان، يعني كل شيء داخل بالتفصيل موجود، موجودة شنو ماركت الأشياء، الإكسسوارات كلها اللي موجودة في الشقة، يعني مشروح على أي شخص زار الموقع أكيد يعرف أنا شنو أقصد، حتى التكييف اللي موجود في الشقة، المطبخ، الفرن اللي موجود، كل الأشياء اللي موجودة في الشقة موجود ضمانها وشنو ماركتها، ومن أحسن الماركات اللي موجودة في السوق. مواصفات الأدوات كلها موجودة اللي هو أنا. كلها موجودة. أساس طيب. يكون عندكم ثقة ويعني تشوفون شنو الماركة اللي تستخدمها الوزارة. طيب. بالنسبة لي العمر اللي طرق للأخ إنه ما يصير إن أنا أخذ، قالوا للإسكان إن عمري 40، في تسهيل ما في عمر طبعاً، هذه مو صحيح، ولا في يعني عندنا مبلغ أقل من 40,000 دينار، مو صحيح، أقل مبلغ قرض يطلع للمواطن هو 40,000 دينار، ما له علاقة بالعمر، العمر 40 هذه موضوع يتعلق بمزايا، أما تسهيل ما له علاقة بالعمر، هذا طبعاً أكيد يعني معلومة غير صحيحة. القسط أعلى قسط عندنا 295 دينار، ما في قسط 400 دينار، أقل قسط أعلى قسط عندنا 295 دينار. بالنسبة للترميم، إحنا ما تطرقنا للترميم، ليش؟ لأن الترميم هي مو خدمة أساسية عندنا في الوزارة. إحنا اليوم نتكلم عن خدماتنا الأساسية، الترميم هو مجرد خدمة ثانوية، يعني بعد 10 سنوات ممكن المواطن يتقدم لها، والأخ محمد بيعطيكم تفاصيله، عشان كذي إحنا ما تطرقنا لها، يعني من أنها هي خدمة غير أساسية. ايضا بالنسبه لموضوع اختنا العزيزه والغالي على قلبنا ام احمد، طبعا ان شاء الله احنا قاعدين ندرس الموضوع وفي لها ترتيب يعني معين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يلا الحمد لله. بالنسبه ايضا للجدوله بعد التقاعد، اي شخص عنده يعني قرض مع الوزاره او تمويل مع الوزاره وطلع على التقاعد او وصل عمره للتقاعد ويشعر ان هذه مثلا الاستقطاع ما يناسبه او يضايقه او يعني حد من يعني التزامات بعد التقاعد كثيره، فيقدر يتقدم للوزاره بطلب اعاده الجدوله وراح يكون هناك في اعاده جدوله بالترتيب مع بنك الاسكان، يعني هذه مسموح، بس اما الاشخاص اللي يناسبهم هذه المبلغ يقدرون يوصلون عليه، يعني ما في اي مشكله. انزين، واللي سال عن الفوائد مال بنك القرض مال البنك، طبعا بعض الاشخاص ما بيدفعون ما بيرجعون حتى مبلغ القرض، بس اللي بيحصل الحد الاقصى من التمويل بيكون عليه كحد اقصى 3% تراكمي.
زين في 2018 يقول لك متى يحصل على الوحدات السكنيه اللي بقدم في 2018 25/6 لان الحين ما في بيوت جاهزه. سمو ولي العهد طرح برنامج اللي هو أرض وقرض أو تمويل 70,000 و10,000 إضافة علشان يسرع وتيرة الطلبات الإسكانية بس لطلبات 2004 وما قبله، بس 2008 أو 2009 للحين بيحتاج وقت. 2019 عفوا يقدر يأخذ عندنا الأخ اللي هني بس تقدر يتحول على أحد التمويلات هذه وبتكون تمويلات فورية ودايركت بحصل. معلش يا جماعة خلينا ننتبه يا جماعة على أساس نقدر إحنا نخلص الحين حاليا. في عندنا الأستاذ الموجود يقدر إنه يتقدم بدل ما ينتظر بيت الإسكان لمدة سنوات، ممكن إنه يتجه إلى أحد هاي التمويلات اللي اتطرقنا لها وتكون الخدمة فورية. أستاذي تقدر تدخل على البوابة ويسوون لك الحسبة داخل من البوابة نفسها الإلكترونية. ما عليه بتيك ياك الحسبة الحين بتيك راتبك يعني بقعد ما بروح. طلبك الله يسلمك 2006 وتبي تحول على الشمالية. هذا عاد ما بقدر أحددها لك الله يسلمك. لا شوف إذا تسأل عن المشروع هذا قرض شراء بتأخذه عن طريق قرض شراء محدد. هذا المشروع اللي قلنا تطوير الأراضي الحكومية لفقط أصحاب الطلبات الإسكانية اللي بياخذون تمويل عن طريق وزارة الإسكان أو البنوك الممولة المشاركة. ما أسمع أقصى شيء 1500 مبلا من 150 ل 1500. أنت سألت عن الحد الأقصى مشيني ما تطرقت للأدنى، بس من 150 ل 1500 يقدر يستفيد من هذا البرنامج. كل أصحاب الطلبات الإسكانية ممكن أن يستفيدون من هاي المشروع، بس المطورين واللي ما عنده طلب إسكاني ما يقدر يستفيد. طبعاً أحسن علشان ما يصير فيها بيع وشراء ويرفعون المبالغ. إجابة على آخر سؤال لا لازم نختم إحنا الحين الله يسلمك. إجابة على آخر سؤال إذا كان موجود اللي هو عندك. أي سؤال؟ أي استفسار؟ يريد تسهيل للحد الأقصى إنه يوصل اللي هو 63,000 الأخ اللي قاعد ورا هنا. شوف أقصى حد للتمويل اللي هو 270,000 بيكون قصتها 295. التكملة اللي بتاخذها عن طريق البنوك الممولة هذه كل بنك حسب الريت ماله، يعني ما نعرف، لازم تراجع البنك نفسه وهو يخبرك كم القسط وكم المبلغ الإضافي اللي بيعطيك اياه. طيب جماعة هدوء بس على اساس نسمع. اللي عن طريقنا 70,000 قلت لك 295 جماعة هدوء بس التكملة اللي بتاخذها عن طريق البنك هو البنك اللي بيحدد لك كم قسطها، لان كل بنك يختلف عن الثاني. معلش جماعة احنا يعني اعذرونا لان الوقت داهمنا واحنا ما نقدر الحين حاليا اللي هو نواصل، ويعني اعذروني على الأسئلة اذا كان في موجود اللي هو عندكم. الجماعة موجودين ممكن تستفسرون منهم ان شاء الله باذن الله عقب ما يحولون من هنا. بس عندي نقطة أخيرة. سمعت أحد يقول يعني 40,000 ما تسوي شيء. احنا عندنا وايد قصص نجاح بس لان البحريني خجول ويخاف من الحسد. والله كان احنا راوينا لكم قصص وايد عرضناها. مثال بسيط، مواطن يشتغل في اللولو راتبه بسيط وتوه متزوج، شرى قدم على تسهيل، قال انا ليش ادفع ايجار كل شهر في ملك انا ما استفيد منه سنوات 20 سنة او 10 سنوات او اي كانت السنوات. قال انا قدمت على تسهيل، شرى شقة في الجفير مجابل اللولو اللي المكان اللي هو أصلاً يشتغل فيه وجريبة منه بسهولة يتنقل هو وزوجته. شقة بسيطة طلعت عليه حتى مو بأربعين ألف بستة وثلاثين ألف في العمارة نفسها، في جيم وفي برتشة وفي ملعب وفي كل الخصائص. إنزين يقول أنا بعدين لما أنا أتطور في شغلي، لما أصير مسؤول في اللولو، لما أنتقل شغل ثاني، لما أصير مشرف، لما أصير مسؤول، راح أبيع هذه الشقة. كم راح تجيب لي في الجفير؟ 50,000 عقب 5 سنوات أو عقب 8 سنوات. طيب. راح أشتري بيت ثاني. نعم. فهذه فكرته كانت، بس إنه هو كانت والدته مو موافقة إنه هو يعرض القصة، خايفة عليه من الحسد إنه هو تو صغير واستملك شقة. وفي وايد قصص ثانية. الله يبارك له. طيب جزاكم الله خير، الله يسلمكم. إحنا نشكر المتحدثين والمشاركين والجمهور على العرض والنقاش اللي هو طيب، واعذرونا اذا يعني ما قدرنا ناخذ اللي هو اكثر لان الوقت بصراحه داهمنا. الحضور طب بيكونوا موجودين على اساس ممكن ان
تاخذون منكم اللي هو اي استفسارات اللي هو اخره بعد ما ننهي الحين حاليا الموضوع. وندعو الجمهور الكريم لتقييم فعاليه الليله من خلال الباركود الموجود اللي هو عندكم على المقعد مع اختيار نوع الفعاليه اللي هو ندوه. وكذلك نحب انه نوضح لكم وندعوكم يسر مركز عبد الرحمن كانو الثقافي دعواتكم لحضور الفعاليه القادمه ان شاء الله باذن الله راح تكون اللي هو يوم الاحد 19 نوفمبر تمام الساعه 8 مساء لتدشين الموقع الالكتروني هواجس عقيل سوار وافتتاح معرض الصور البحرين زمان الاول. والتدشين طبعا بيكون بمشاركه كريمه من دكتور عباس هلال والاستاذ عصمت الموسوي والفنان عبد الله يوسف. وفي الختام شكرا لكم.